يعرسوا ممكن صغار في العمر، عادات وتقاليد متاعنا ما يخليوش فترة باهية باش زوز من الناس يعرفوا بعضهم قبل ما يعرسوا. جينيرالمون تلقى ليفولوسيون نتاع زوز من الناس ما مشاتش كيف كيف، واحد يتبدل واحد ما يتبدلش. انتشار الطلاق بشكل مخيف، واغلب المطلقات اليوم ما يتجاوزش عمرهم 30 و35 سنة، شنو السبب حسب رايك؟ انا من منظوري نشوف اللي هما يعرسوا ممكن صغار في العمر، ما ياخذوش وقتهم في التعرف قبل العرس، يزربوا اون بلوس العادات والتقاليد نتاعنا ما يخليوش فتره باهيه باش زوز من الناس يعرفوا بعضهم قبل ما يعرسوا. سي ان انجاجمون كبير. لكن اليوم الكوبل خلينا نقولوا ماخذ راحته اكثر، يخرجوا يعملوا قهوه يحكيوا، معناتها يخرجوا اكثر من قبل. معناها مش حاجه، اما العيشه نتاع كل يوم سي اوتر شوز. اش معناها عيشه؟ العيشه نتاع كل يوم انا باش تعدي 24/24 مع عبد باش تكتشف حاجه اخرى. اي ما هذاك العرس معناها. هذاك هو العرس بيان سور. اذا كان عبد مازال صغير في العمر، مازال ماهوش ميغ، اذا كان هو مازال ديجا ما عرفش روحه. ما عرفش روحه واش يحب واش ما يحبش، شنو الاختيارات نتاعو. الصغر العمر عنده دور كبير في العرس، في الطلاق، مهم برشا العمر. اذا كان انت ديجا ما تعرفش روحك، ما تجمش تتونجاج على حاجه لاباز ماهيش هي بيدها. اون بليس فما حاجه اخرى، وقت زوز من الناس يطلقوا بعد 5 ولا 10 سنين، جينيرالمون تلقى ليفولوسيون نتاع زوز من الناس ما مشاتش كيف كيف. واحد ممكن يتطور في ايفولوسيون، ريتم ديفولوسيون، والاخر في ليفولوسيون، لو ريتم ديفولوسيون ماهوش هو بيدو. واحد يمشي في ساعة، الاخر مازال بالافكار القدم، واحد يتبدل واحد ما يتبدلش، واحد يشد في معناتها كيسيون تاع كومباتيبيليتي تولي. اي ما عادش يوليو دو بروفيل، كانوا يركبوا على بعضهم، كانوا يحبوا بعضهم، ينجموا يقعدوا يحبوا بعضهم ولا يقدروا بعضهم، اما ما عادش كومباتيبل. اي اي الفاكتور تو عنده دور كبير. على هذيك العرس في الصغر ماهوش منصوح به برشا. وماذا بها المراه تسبق برشا عوام على راسها، والمراه يلزمها تخمم اول حاجه في روحها قبل تقرا وتخدم وتكون روحها، ما تستناش العرس هو الاوبجيكتيف الاول نتاع الدنيا ونتاع العيشه. انت شنو هو العمر المناسب نتاع العرس؟ ممكن ابارتيغ دو 30 ans، ابارتيغ من 30 تنجم تبدا تخمم في العرس. أيوة. اللي قبله الكل تبع الاكسبيريونس، تبع التجربه، تبع تعرف روحك ساعه قبل وتكون. أيوة. روحك. أيوة. فوالا. يعرسوا ممكن صغار في العمر، العادات والتقاليد نتاعنا ما يخليوش فتره باهيه باش زوز من الناس يعرفوا بعضهم قبل ما يعرسوا. جينيرالمون تلقى ليفولوسيون نتاع زوز من الناس ما مشاتش كيف كيف، واحد يتبدل واحد ما يتبدلش، واحد يشد في معناتها كيسيون تاع كومباتيبيليتي تولي.